لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. إنها المشكلة والمعضلة القديمة والحديثة من مهد المسيحية، محاولات كثيرة للقضاء على المسيحية ولا سيما على الكتاب المقدس. ولماذا يهتمون جدا بهذا الأمر؟ ولماذا توجد قوات تسعى بكل إمكانياتها للقضاء على الكتاب المقدس؟ وهل فعلا يستطيعون أن يتخلصوا من الكتاب المقدس؟ وما هي المشكلة بالنسبة لهم عندما نتكلم عن الكتاب المقدس؟ فإذن العديد الذي يهاجم الكتاب المقدس، الغير مسيحيين يتهموننا بالتحريف والتزوير لأنه لا يتطابق مع كتبهم، والهجوم الأشرس والأعنف هو من ذات المسيحيين الذين يحاولون أن يقللوا من سلطة وقوة الوحي الكتابي، ويقولون إنه في أجزاء من الكتاب المقدس غير موحى بها. فالهجوم القديم، الهجوم الشديد، رغم يعني قساوة الإمبراطورية الرومانية ورغم الهجومات الشرسة والاحتلالات في الدول المسيحية التي كانت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحرق الكنائس وحرق الكتب المقدسة، ولكن ما زال الكتاب المقدس يقف متحديا العالم بأكمله. الأسد يدافع عن نفسه. فالكتاب المقدس هو أكثر الكتاب اشتهارا، أكثر ترجمات وطبعات ونسخ للكتاب المقدس موجودة في هذه الأيام، يترجم أكثر من 200 لغة ولهجة، وتصل حتى مش بس اللغات الرئيسية الرسمية، حتى اللهجات القبلية اللي في داخل البلاد. حقا إنه كلام الله الموحى به. فلماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ ابقى معي، سنتناول هذا الموضوع مع ضيف الحلقة اللي راح أقدمه بعد قليل. سأعود بعد هذا الفاصل. لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية، وأيضا الموضوع عن الهجوم على الكتاب المقدس. في ضيف، هو مش ضيف، هو أخ عزيز جدا وصديق غالي جدا، وبصراحة عشان أقدمه مش عارف بالضبط كيف يعني أوصفه أو أقدمه، لكن راح أستخدم عبارة أنا تعلمتها منه، وهذه العبارة تقول: إن أردت أن تكرهه لوقعت في حبه. أحبائي، هذا الشخص غالي جدا على قلبي، صديق قديم تعرفت عليه في أواخر، أعتقد في أواخر الثمانينات، كنا في مؤتمر قبرص، في قبرص، وكنا نتبادل الآيات والمبارزات والحديث، وهذا طبعا شوقنا لبعض وارتبطنا في بعض وابتدأت الصداقة. بحب أقدم القسيس رضا عدلي. رضا عدلي هو كان راعي الكنيسة في الأزبكية في القاهرة في مصر. هو غني عن التعريف، يعتبر
بايونير في الخدمة المسيحية، وأنا زي ما قلت له إحنا دخلنا على تعبه، مع أنه برنامج أو خدمة نور لجميع الأمم هي أول خدمة ميديا تلفزيونية في العالم العربي، لكن والحقيقة في خدمة الراديو. فمن منا لا يذكر الصوت الرائع العذب الجميل، صوت القس رضا عدلي، والتعليم المبارك على قناة الراديو مونتو كارلو. ومن منا لا ينسى فريق الحياة الأفضل وصوته الجميل، وطبعا أخذ طبعا خدمات عديدة منها في السنودس، ولكن ارتبطنا بخدمات كثيرة منها خدمة الحصاد في مصر وخدمة أعبر إلينا، وهو يعتبر من المدافعين عن الحق الكتابي، ولاسيما الناس اللي عم بتهاجم أو بتستهتر أو بتقلل من أهمية الكتاب المقدس. سامحوني على المقدمة الطويلة، ولكن لأنه شخص حبيب علي وبحبه، أهلا وسهلا قسيس رضا عدلي، أنت معنا على الهواء. أهلا بك يا أسيس نزار، وأنا أرجو أن أكون هذا الشخص الذي تحدثت عنه، ونشكر ربنا من أجل شركتنا ومحبتنا، ونشكر ربنا من أجل الرب اللي جمعنا في خدمة مشتركة معا، سواء كان في مجال الميديا أو سواء كان في الكرازة والتعليم بكلمة الله بالحضور شخصيا. أشكرك للمقدمة، وأصلي ومشتاق أن ربنا يبارك هذه الحلقة، ليس فقط لكي تكون ردا أو إقناعا، لكي تكون سبب خلاص بالفعل واختبار لكلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذي حدين. أشكرك للتقديم، وأهلا وسهلا بحضرتك وبالإخوة والأخوات المشاهدات والمشاهدين. أهلا أهلا قسيس، أنا من فترة مش طويلة كنت في زيارة عندك في البيت، وهذا اللي أثار يعني اشتياقي أنه نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه تعتبر أنت واحد من الشخصيات المهمة اللي عم بدافع عن هذا الحق الكتابي. ولما تكلمت معك في البيت، معلش أحكيها بشكل صريح، أنت كنت في حالة غضب. طبعا الغضب اللي أقصده غضب مقدس وغيرة على كلمة الله. واللي استغربته من كلامك أنه في كتير في مصر، طبعا مصر أم الدنيا، إذا في أي شيء بيبتدي في مصر أكيد رح يعني يتطور ويصل لكل الدول العربية، وكان الحديث أنه في هجوم شرس على الكتاب المقدس. قبل ما أبتدي في الحديث عن عصمة الكتاب، لماذا يعني من فضلك أسيس، لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ أكيد عندك اطلاع أكثر كخادم وككاتب، وكيعني معروف عنك من خلال كمان الكتب والبرامج. الحقيقة أسيس نزار، الموضوع ده موضوع خطير بالفعل، وأي استهانة به هو استهانة بالأسس والأعمدة التي يقوم عليها الإيمان المسيحي كله. وهذا الهجوم على كلمة الله ليس جديدا على الإطلاق، لكن من الصفحات الأولى في الكتاب المقدس نستطيع نحن نشوف من سفر التكوين أصحاح 3، عندما أتى الشيطان في صورة الحية وقال: أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة. وهذا الهجوم منذ البداية حول صدق كلمة الله، حول هل الله تكلم بالفعل. وكأن الهجوم على الكتاب المقدس هو هجوم على شخص الله نفسه، هو هجوم على مفهوم الخطية، هو هجوم على العدالة الإلهية، هو هجوم على شخص المخلص وعلى الخلاص وعلى الحياة الأبدية. الهجوم على الكتاب المقدس هو كمن يهدم المعبد على رأسه. والحقيقة أنه الهجوم على الكتاب المقدس لم ينشأ من النهاردة ولا امبارح وهو إلى آخره، لكن هناك هراطقة كثيرين عبر التاريخ منذ القرون الأولى، والكنيسة المسيحية تواجه هرطقات عديدة تحاول أن تشكك في كلمة الله. الهرطقة الديكوتية، الهرطقة الكورنثسية، الغنوسية، البلاجيسية. أنا مش عايز أخش في تفاصيل، بس عايز أقول أن في القرن 19 بدأ أشرس هجوم على الكتاب المقدس من خلال النقد الأعلى والنقد الأدنى للكتاب المقدس. واللي عايز أقوله أن الذين بدأوا بالهجوم على الكتاب المقدس
هم من يمكن أن نسميهم المسيحيين الإسميين، مسيحي بالإسم، ليس مسيحي حقيقي لكن مسيحي بالإسم. ومع الثورة العلمية، مع التطور العلمي، مع النهضة العلمية والأكاديمية التي ظهرت في القرن 19 والثامن عشر، كانت واحدة من نتائجها هو إعلاء العقل، إعلاء العقل، إعلاء العقل على النص الكتابي. وأصبح النهاردة النص الكتابي بدل ما تضع عقولنا تحت تحت ضوء الكلمة المقدسة، أصبح النهاردة الناس ما عايزة تحط الكتاب المقدس هو تحت سلطة العقل. أنا لا أنفي العقل على الإطلاق، لأننا لم نبع خرافات مصنعة كما يقول بطرس، لكن الفكرة هو علينا أن نفكر هل يمكن أن نضع الكتاب المقدس تحت فحصنا نحن؟ هل يمكن أن نضع المطلق في ميزان المحدود؟ وكان الهدف من الهجوم عدة أمور، من ضمنها النسبية، إنه النهاردة أصبح كل شيء نسبي، يبقى النهاردة ما فيش شيء ثابت، لا يوجد ثابت. تتكلم عن الحق عليه. عن الحق المطلق أو الحق النسبي؟ طبعاً. وبالتالي أصبح النهاردة في حق نسبي، أنت عندك حق نسبي وأنا عندي حق نسبي، أنت تتنزل شوية وأنا أتنزل شوية، أنت تسيب حبة وأنا أسيب حبة، وبالتالي أصبح نسبية الحق. وطلعت العبارة اللي تبدو وكأنها براقة وهي جاذبة وهي كاذبة في نفس الوقت، العبارة اللي بتقول لا أحد يمتلك كل الحق، لا أحد يمتلك كل الحق، عبارة تبدو صادقة وهي صادقة في المظهر، لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الحق عبارة عن السرائر والمعلنات. ما أعلنه الله لنا كافي جدا وهو كل الحق. لماذا؟ لأن المسيح هو الحق، وإذا لم يكن المسيح هو الحق وما تحدث به هو الحق، إذا لا يوجد حق على الإطلاق. أصبح النهاردة كل واحد بيغني على ليلى، المسيح هو الحق المجسم المجسد الذي أعلن لنا ما هو الحق. وكما يقول الكتاب المقدس في سفر التثنية 29 المعلنات لنا ولبنينا والسرائر للرب إلهنا. نعم، الله لا يمكن أن يحتوي أحد، لكن ما أعلنه الله يكفي لنا بالذات. حابب أضيف فكرة أو فكرتين يا سيد نزار لو سمحت لي، إذا ما كانش ضايقك. لا لا تفضل، من إما تحب تقاطعني في الكلام من فضلك أعمل. تفضل حبيبي، إحنا يعني بمنتهى الحرية، من فضلك أعمل كده. تفضل. هناك كمان من قالوا أن الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله، بمعنى أن الكتاب المقدس ليس هو كلمة الله، لكن فيه كلمة، في هذه الكلمة، وفي أجزاء أخرى ليست هي الكلمة. بأي صورة من الصور؟ من الذي يحكم إذن؟ وقالوا أن الوحي يصبح وحيا على قدر ما يتحدث الروح القدس إليك، وعلى قدر ما تتجاوب أنت مع الروح القدس، وبالتالي أصبح الوحي بالنسبة للأسيس نزار شاهين يختلف عن رضا عدلي، يختلف عن سين، يختلف عن صاد، يختلف عن هذا المؤمن وذاك. أسوأ من ذلك، أتى النقد إلى شخص المسيح، وقالوا المسيح كان في الجسد محدود، وبالتالي كان علمه محدود، وكان بيكلم الناس على قد مخهم، وهذا كذب، لأن المسيح فيه يحل كل من اللاهوت جسديا، والمسيح مش كان بيتكلم على قد معرفته المحدودة فقط في الجسد، لكن المسيح كان بيقول أسف، كما علمني أب بهذا أتكلم، أتكلم بما رأيت عند أب. استمع لكلمة المسيح من فضلك وهو بيتكلم الكلمات، يقول لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. إذا المسيح لم يكن يتكلم من نفسه ولا من محدودياته، لكن الآب الحال فيه الذي أرسله هو الذي كان يعطي هذا، يقول المسيح الكلام الذي يكلمكم به. استمع من فضلك، لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. إن القول بأن المسيح كان محدود وبالتالي كان علمه محدود، وبالتالي كان بيتكلم على قد علمه على قد علم الناس، قول مردود عليه، وهو يفصل بين حلول الآب في الابن وبين الآب وبين لاهوت الابن وناسوت الابن بالفضل. بالفعل هناك مزاعم كثيرة، من ضمنها أن الكتاب معصوم، الإنجيل معصوم فيما يختص بالخلاص، لكنه غير معصوم فيما يختص بالعلوم المختلفة. ومن اللي يفصل ما بين الخلاص وما بين العلوم المختلفة؟ أنا أردت أن أعطي
مقدمة لا عامة لا عن الموضوع. شكرا جزيلا أسيس رضا. يعني أنت وأنت بتتكلم أنا عم بفكر في المسبحة، مفهوم كلمة المسبحة في مصر، أيوة طبعا. المسبحة العقد، يعني إذا أنكرت خطية آدم وإذا أنكرت آدم تنكر شيء ثاني وثالث. فإذا زي المسبحة، إذا أنت بتشيل حبة من المسبحة كل المسبحة راح تفرط. فإذا ما هياش أنك أنت على كيفك وعلى ليلاك كما ذكرت أنه أضيف أحط، يعني بحسب كيف مفهومي أنا المحدود التراب أن أفهم أو أشخص الله الغير محدود. أنت ذكرت الكلمة المعصومة، وإحنا دائما أسيس رضا بنستخدم كلمة عصمة الكتاب. ما هو المقصود في كلمة عصمة الكتاب المقدس، وكيف ممكن نفهم هذه العصمة؟ هل في تباين، هل في اختلاف بين الروايات لنفس الأحداث؟ أشكرك للتشبيه الجميل بتاع المسبح أو العقد. طبعا العقد لو إنه يعني حبة واحدة من العقد انقطعت انفرط كل العقد. صح. الحقيقة إن موضوع عصمة الكتاب شيء مهم، وإحنا مش بنتكلم عن صحة الكتاب، لأن الصحة شيء أقل بكثير جدا من العصمة. لو إن الطالب مثلا في الثانوية العامة جاوب إجابة كاملة وأخذ 100% إجابته صحيحة 100% لكنه غير معصوم. نحن لا نتحدث إذن عن الكتاب المقدس صحيح فقط، لكن نتحدث عن عصمة الكتاب المقدس. الحقيقة أن بعض وضحها شوي أكثر، وضح الفكرة كلمة العصمة. أقول لك العصمة. الحقيقة أنه كلمة العصمة معناها المنزه عن الكذب، المنزه عن الخطأ، المنزه عن العجز، النص الغير قابل للتبديل، الغير قابل للتغيير. العصمة تعني الصحة والكمال 100%. الله معناه أن الله لا يغير كلماته، لا يغير ما خرج من فمه، لا يغير أحكامه. العصمة تعني أنه لا تناقض على الإطلاق بين طبيعة الله من ناحية وبين كلمته. نحن لا نستطيع أن نفصل بين شخص الله، بين طبيعة الله، بين ذات الله وبين كلمته. إذا كنت تؤمن أن الله معصوم، بمعنى أنه منزه عن الكذب والخطأ والعجز والتبديل والتغيير والتناقض، إن كنت تؤمن بذلك فلابد أن تؤمن بعصمة الكلمة التي تكلم بها. فلا يمكن أن الشخص المعصوم يتكلم بشيء غير معصوم بأي صورة من الصور. أنا لم أعرف المسيح المعصوم إلا من خلال الكلمة المعصومة. لم أعرف الله المعصوم، لم أعرف الله كلي القدرة، كلي الحكمة، كلي المحبة، كلي العلم، المتواجد في كل مكان، القادر على كل شيء. أنا لم أعرفه إلا من خلال هذه الكلمة. فالكلمة المعصومة أكبر بكتير جدا من الكلمة الصحيحة. صحيحة أنا ممكن أخش امتحان وأخذ درجة نهائية، ممكن إجابة أي واحد يبقى إجابته صحيحة، شهادة أي إنسان تبقى صحيحة، معلومة أي إنسان تبقى صحيحة، لكن يبقى العصمة هي لشخص الرب بالفعل. وأنا عايز أقول شيء مهم جدا في نهاية الجزء ده، ويعني صحيح الكتاب المقدس ليس كتاب علوم، وليس كتاب تاريخ، وليس كتاب جغرافيا، وليس كتاب فيزياء، وليس كتاب كيمياء، وليس. لكن كل ما قاله الكتاب المقدس فيما يختص بهذه العلوم هو ليس فقط سليم لكنه معصوم 100%. وهذا يجعلنا نسأل السؤال اللي حضرتك سألته من شوية. أذكر عن تباين الروايات، أعتقد مش كده أسيس نزار؟ نعم، التباين أو الاختلاف بين الروايات. الحقيقة أنه علينا عشان نفهم التباين ما بين الروايات في الكتاب المقدس، علينا نحن نفهم الغرض من النص. فمثلا متى كتب لليهود، مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونان، يوحنا كتب للعالم أجمع. يبقى النهاردة
التباين الموجود في السرد في الروايات سيختلف بحسب الغرض. أنا فاكر زمان لما كنا بنقدم ل ل ل ل مش لأبنائنا والأحفادنا في المدارس، كانوا يسألونا كم عمر حفيدك، كم عمر حفيدتك، فكنت لازم أقول مثلا 4 سنين و8 شهور و21 يوم. لو إن الأسيس نزار بيستضيفني في برنامج ويسألني كم عمر حفيدتك، أقول له 5 سنين. وبالتالي يبقى النهاردة الغرض من النص بيخلي فيه تباين في الرسالة، تباين في المعلومة، مش تضاد في المعلومة، لا تباين في المعلومة. حفيدتك عندها 5 سنين، عندها 5 سنين، لكن لما أقدم لها في المدرسة لازم أكتب السنة وأكتب الشهر وأكتب اليوم كمان. لما مثلا تحصل جريمة، ربنا يحفظنا من الجرائم، وأكتب مقالة عن الجريمة، تختلف عن لما أروح أقدم شهادتي في المحكمة، أكيد تختلف، مش لأنها تتضارب، لا إن الغرض من النص مختلف. كمان ممكن نفهم التباين يا أسيس نزار في ضوء الفهم، الأسلوب، فهم الأسلوب والرواية. مثلا في بشارة مرقس أصحاح 3 نلتقي بشفاء رجل يده يابسة، لكن لوقا لما يكتب في لوقا 6 عن هذا الشفاء يكتب شيء مهم جدا، يكتب يده اليمنى كانت يابسة، لأن لوقا كان طبيب. وبالتالي تباين فهمنا للخلفية وللرواية يساعدنا أكثر. في مرقس 5 نلتقي بشفاء نازفة الدم اللي شفاها الرب يسوع بقدرته بعد أن كانت نازفة الدم 12 سنة في مرقس 5. في لوقا 8 لوقا يقول لم تشفى، لكن في مرقس 5 يقول صارت إلى حال أردأ. ليه؟ مرقس بيسجل الحكاية، لكن لوقا لأنه طبيب في هناك أخلاقيات للمهنة، لذلك استحياء من لوقا لا يذكر العبارة صارت إلى حال أردأ. ده مش تضاد في القصة، لا لا على الإطلاق، ما فيش واحد فيهم قال إنها صارت إلى حال أحسن، لا لا على الإطلاق. مثلا في متى 20 نلتقي بأعميين الرب يسوع التقى بهم وهو خارج من أريح، بينما في لوقا 18 بأعمى واحد وهو خارج من أريح، ما فيش تضاد، ما فيش واحد فيهم قال إن المسيح لم يلتقي بأي أعمى، ولا واحد فيهم قال إنه واحد أعمى وما فيش أعمى خالص، لكن الفكرة إن واحد فيهم متقدم واحد فيهم متكلم، لذلك الالتفات والتركيز كان عليه. لذلك علينا إن إحنا نفهم التباين. وبعد إذنك أو بعد إذنك يا سيس، بالنسبة للأعميين فعلا هو في أريحة القديمة وفي أريحة الجديدة. أريحة الجديدة كانت بناها هيرودس الكبير، وحسب من وين، إذا أنت فايت أو طالع من المدينة، إما طالع من المدينة القديمة أو داخل على المدينة الجديدة حسب كيف بينظر إليها. وطبعا إحنا كلنا نؤمن كمسيحيين إنه في إنجيل واحد، الإنجيل المقدس، بس في بشائر وكل واحد أخذها من زاوية. زي ما أنا بتكلم معك في 3-4 كاميرات عم بيصوروني عشان تشوفني، أو الجمهور اللي بيشوفني، كل شخص مثلا دلوقتي بيشوفني أنا بتكلم ميدل شات، بعد شوي ممكن تشوف وايت شات، بعد شوي بتشوف الكاميرا الرابعة مخديتني من زاوية. هو أنا نفس الشخص ولكن مأخوذ من عدة زوايا، والشرح بحسب الخلفية لمن يكتب في زمانه، في المعاصرين طبعا في أيامه. أسيس رضا، كمان أنت ذكرت عن العصمة، بس في شيء لفت انتباهي أنك ذكرت أنه العصمة غير الوحي، فممكن تشرح لنا عن ما هو مفهوم الوحي في الكتاب المقدس؟ لأن هنا في إشكالات، يعني في أحبائنا المسلمين بيختلفوا معنا بين فكرة الوحي والتنزيل إلى آخره، فممكن توضح الفكرة من فضلك. الحقيقة الله بيتكلم، الله بيتكلم زي ما قال ابني هاني روماني، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، كله يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم، الله بيتكلم، والكتاب المقدس بيعلمنا انه في هناك اعلان عام وفي اعلان خاص. الاعلان العام الله بيتكلم من خلال الطبيعه،
السماوات تحدث بمجد الله زي ما بيتكلم في مزمور 19، او ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض زي ما بيتكلم في مزمور 8، او اعمال الله غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه زي ما بيتكلم في روميه 1:29. ده الاعلان العام لكل الناس، واضح الله عايز يوصل مين هو للجنس البشري، عايز يقول مين هو. عشان كده نلاقي 500 مرة في أسفار موسى الخمسة يقول قال الله، 4000 مرة في كل العهد القديم يقول الكتاب قال الله، أمر الله، تكلم الله، وهلما جرى. إذن هناك إعلان عام وهناك إعلان خاص، إعلان خاص في الكتب المقدسة، في الكتاب المقدس. والنهاردة لازم نبقى فاهمين كلمة الوحي. يقول لنا الكتاب في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 الآية 16، يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله. ثيوبنيوستس الكلمة اليوناني تعني متنفس الله، متنفس الله. الله عندما يتكلم يتنفس، ويأتي هذا التنفس إلى كتبة الوحي المقدس. عشان كده نبص نلاقي ان الكتاب الله عندما يتحدث، الله مش عاجز، الله قادر، الله متكلم، وهو يريد ان يوصل رسالته للجنس البشري. لكن الله استخدم انبياء كثيرين عبر التاريخ علشان خاطر نفس الكلمة بنفس الرسالة بنفس القوة بنفس العصمة تصل إلى الجنس البشري، تصل إلى المكتوب إليهم. زي بالضبط أشعة الشمس لما تخش على كاتدرائية فيها ألواح جميلة زجاجية بألوان مختلفة، هو شعاع واحد للشمس، وعندما تسقط أشعة الشمس على الحائط يكون لها ألوان مختلفة. لذلك الله يستخدم علم موسى، ويستخدم شاعرية داود، ويستخدم ارتقاء يوحنا، ويستخدم بساطة عاموس، ويستخدم بطرس، ويستخدم هلما جرى. عشان كده المقصود بالوحي هو أن الله يتكلم، الله يتكلم، والله يعصم من يستخدمهم من الأنبياء لكي يوصل ليس فقط الإعلان العام بواسطة الطبيعة وما يصنعه الله في الخليقة وفي التاريخ، لكن أيضا من خلال الإعلان الخاص. هذا هو المقصود بالوحي، الله بيتكلم. ويكلم الكتاب المقدس في رسالة عبرانيين أصحاح 1:1، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. وهنا بنشوف أنه الوحي بياخد صورة مختلفة، صورة كاملة، أنه الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. إكسجيسس الكلمة المستخدمة هي الإعلان عن الفكر، الإعلان عن الإرادة، الإعلان عن الشخصية، الخروج من المتاهة، والإعلان عن من هو الله. وهنا بنشوف أن الكتاب المقدس بيقدم لنا صورة الوحي، الله يتكلم، والله يعصم الكتاب ويستخدم خبرتهم وثقافتهم وظروفهم وأحوالهم ويعصمهم لكي يقدموا ليس فكرهم هم، لكن يقدموا فكره هو بأسلوبهم هم. فالكتاب المقدس صناعة إلهية 100% وصناعة بشرية 100%، لأن الله عصم هؤلاء الكتاب بصورة واضحة. حابب أقول كلمتين ثلاثة حابب أقولهم فيما يختص بالمقصود بالوحي. سفر تثنية أصحاح 4:2 يقدم الرب أمر يقول لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا. يشوع يقول في يشوع 23 لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب، الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. وده يعلمنا أن الوحي الكتابي لفظا ومعنى،
فليس فقط هو مجرد معنى، لأنك لا تستطيع أن تفصل المعنى عن اللفظ، وإلا كيف يمكن أن تتم مئات النبوات التي تحدث بها الكلمة المقدسة ولم يكن يعرف كتابها عنها شيء على الإطلاق؟ قد إيه شيء جميل يا أسيس نزار إن إحنا نشوف كده الكلمات الجميلة في سفر العدد أصحاح 23، لما يقول الكتاب في الآية 19: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل. كاتي الصورة الجميلة البديعة الرائعة الممتعة في سفر إشعياء 55:11: كما أن المطر والثلج ينزلان من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتخرج زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. جون كالفن قال: عندما تفتح الكتاب المقدس يفتح الله فمه. فالوحي يعني أن الله أعلن عن نفسه وأنه استخدم خبرة الكتاب لكي يوصل ذات الفكر بذات الكلمات التي في هؤلاء الكتاب إلينا. أسيس رضا، احنا بنعرف انه في شهادات كثيرة لصحة الكتاب ولعصمة الكتاب، منها الأدلة الداخلية او الأدلة الخارجية، طبعا في شهادة المخطوطات، في النبوات اللي تمت في شخص المسيح، القصص الحقيقية وليس مجرد قصص خيالية مثل أساطير المصريين أو البابليين، وفي دلائل جغرافية تاريخية الحفرية الأركيولوجية إلى آخره. ولكن يعني ماذا عن شهادة يسوع المسيح لكلمة الله؟ حضرتك سألتني سؤال وأنا يعني حابب ان انا اتوجه اليه، انه الوحي الكتابي المسيحي يختلف عن الوحي القراني. ايوه صحيح. فالوحي القراني يتحدث عن التنزيل، عن فكره التنزيل، عن ان القران كان موجود في اللوح المحفوظ وانه وانزل بهذا النص. لكن الحقيقه احنا عندنا في اجزاء فعلا في الكلمه المقدسه بنفس الصوره. فاحنا بنسمع مثلا في سفر الخروج اصحاح 32 أن الله صنع لوحي الشريعة، وأن كتب الوصايا العشرة منقوشة على لوحي الشريعة من الناحيتين. فهناك وحي إملائي بالفعل. لكن الكتاب المقدس يعلمنا شيء آخر، فالكتاب المقدس ليس منزلا بهذه الصورة القرآنية، لكن الكتاب المقدس يعلمنا كما يقول في بطرس الثانية 1: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. وبعد كده يقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وكلمة مسوقين، الكلمة اليونانية كانت بتستخدم على الأعشاب على ظهر المياه اللي بتسوقها المياه، أو الهواء في قلوع المراكب. وهنا نشوف إزاي أنه العنصر البشري والعنصر الإلهي، كما أن يسوع المسيح إنسان كامل وإله كامل، هو الإله المتجسد، كمان أناس الله مسوقين بالروح القدس يقدموا لنا الكلمة المكتوبة. فهناك تباين بين الوحي الكتابي والوحي القرآني. حابب أتكلم عن شهادة يسوع للوحي. تفضل. يسوع للوحي اللي حضرتك سألت عنه. وأنا بعتبر أنه شهادة يسوع عن الوحي، عن الكتاب المقدس، هو عمدة الشهادات، عمدة الشهادات. فنلاقي الرب يسوع مثلا بيتكلم عن الخلق، عن خلقهما من البدء ذكرا وأنثى، يتكلم عن هابيل، يتكلم عن شخصية إبراهيم، والنقد بكل أسف النقد الهدام الليبرالي يهدم كل هذه، وكأن المسيح لم يكن يعرف ما هي الحقيقة. المسيح شهد عن الطوفان الذي أتى وأهلك الجميع. المسيح تكلم عن نوح، شخصية نوح، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك.
يسوع تحدث عن حوادث تاريخية، سدوم تحدث وعمورة، عن سدوم وعمورة، تحدث عن في لوقا يقول لنا اذكروا امرأة لوط، مش بس ان الرب انقذ لوط من سدوم وعمورة، لكن كمان نشوف انه يتحدث عن امرأة لوط، امرأة لوط التي نظرت الى الوراء فصارت عمود ملح. يتحدث الرب يسوع عن موسى، يتحدث عن الناموس، يتحدث عن يتحدث عن الحية النحاسية. تحدث يسوع عن داود وسليمان، تحدث عن نينوى، تحدث عن إشعياء. والشيء اللي لفت للنظر يا أسيس نزار هو أن بعض المتعاصرين يشوفوا مثلا أنه سفر زي سفر يونان يقولوا عليه فولكلور شعبي، فولكلور شعبي ده مش قصة حقيقية، ده فولكلور شعبي، رغم أن مدينة نينوى مدينة حقيقية وشعب نينوى شعب حقيقي وهو إلى آخره. لكن نقرأ في الرب يسوع، ماذا يقول الرب يسوع في متى أصحاح 12؟ يشبه الرب يسوع نفسه بيونان، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان. يمكن المشاهدين الأعزاء الأحباء، الرب يسوع لم يشبه نفسه بشخصية في كل الكتاب المقدس إلا بشخصية يونان. تفتكروا ممكن شخصية يونان الرب يسوع يستخدمها عن موته وقيامته وهي شخصية فلكلورية؟ يعني مثلا نتكلم عن باربي مثلا كشخصية فلكلورية، أو سوبرمان أو سندباد أو ميكي أو سمير، القصص القديمة بتاعتنا بتاعت زمان، عشان نشبه بها الله كلية القدرة، كلية القداسة، كلية المحبة، وفين؟ في صلبه، في موته، في قيامته. يا جماعة إذا أردتم من الناس تصدقكم يعني خليكم عاقلين، هل يسوع هيستخدم في الكلور عشان يوضح بيه ويثبت بيه موت صلبه وموته وقيامته من بين الأموات؟ حابب كمان أنا أقول قد إيه الرب يسوع احترم كلمة الله. الرب يسوع احترم الكلمة وقدس الكلمة. الرب يسوع يقول في متى 5، يقول ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء بل لأكمل، بيتمم النبوات، بيتمم النبوات، ما جئت لأنقض بل لأكمل. قد إيه كلام جميل لما المسيح يقول استمع من فضلك وارجع للنص ده في متى 5:17-18، يقول لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس إلى أن تزول السماء والأرض. اللي يمكن بعضنا ما يعرفش أن كلمة التعبير نقطة واحدة، التشكيل العبراني كان عبارة عن نقط، هيريك وسيجول كان عبارة عن نقط، وكأن المسيح يقول حتى الأمر البسيط فود الصغير، أصغر الحروف إلى أن يكون الكل. عشان الرب يسوع يقول متى 5:39 فتشوا الكتب هي التي تشهد لي. لما قوم الفريسيين يسألوه عن الزواج والطلاق في متى 19 يقول أما قرأتم أن الذي خلق من يرجع للبدء. مرة كنت بكلم مع واحد وقال لي هو أنت مش هتترقى شوية أسيس رضا؟ مش هتغير تفكيرك كده شوية وتمشي مع الدنيا؟ قلت له طبعا المسيح لما حب إن هو يظهر قدم قال البدء، رجع الناس للحقائق، للأسس، للمبادئ الأساسية. إذا شلنا المبادئ الأساسية ماذا يتبقى؟ لما التقى الرب يسوع بالشاب الغني احفظ الوصايا، ومش عايز أتكلم أكتر عن التجارب البرية، والرب يسوع يقتبس من سفر التثنية، من سفر واحد اللي ربما البعض يشكك فيه، كان يقتبس عشان يقول مكتوب مكتوب مكتوب. نعم لنا شهادته لأنه كان نوح هكذا يكون في أيام مجيء ابن الإنسان. أيضا شهادة الرب يسوع هي عمدة الشهادات في الكتاب المقدس. أسيس رضا رح نأخذ فاصل قصير
بس خلينا أوجه لك السؤال بعد الفاصل ممكن ترد عليه. طبعا مثل ما ذكرت في البداية يهاجمون الكتاب، والبعض بوجه يعني تهمة التحريف للكتاب المقدس. إيش الرد على هذا الموضوع؟ إذا عندك أي سؤال أي استفسار منحب نسمع منك. سأعود بعد هذا الفاصل. لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ ضيف الحلقة القس رضا عدلي، وبصراحة الحديث ممتع جدا معك قسيس رضا، بس حبيت أحط ملحوظة إن الوقت عم يأزف فيك بسرعة، ففي عندي هيك سؤالين أو ثلاثة إذا ممكن حاول نغطيهم خلال الربع ساعة القادمة. أنا وجهت السؤال شو الرد على تحريف الكتاب المقدس؟ الحقيقة وإحنا بنرد يا أسيس نزار على تحريف الكتاب المقدس، حابب بس أقول تحذير بسيط، إن من يتهم الكتاب بالمسيحيين أو من يتهمنا بتحريف الكتاب المقدس، هذه تهمة يمكن أن ترتد إلى شخص من يتهمنا، فممكن أن يتهم أي دين وأي كتاب إذا جاز اتهام الكتاب المقدس بأن احنا حرفناه، فهذه تهمة يمكن أن تقدم لأي دين آخر لأي كتاب آخر. هناك أربعة أسئلة ينبغي في التحريف أن نسألها. متى تم التحريف؟ السيس رضا، بس في شخص بعت الأخ محمد هو يعني عابر للمسيح، قال هل الله كان ضعيفا غير قادر على حفظ كتبه الأولى وكلامه، ثم فجأة استرد قوته بعد ذلك فحفظ كتابهم؟ وبعدين كيف تم الاتفاق على تحريف الكتاب خلال 1600 سنة، يعني خلال فترة كتابة الوحي؟ تفضل السيس رضا. فعلا ما ده اللي أنا بقوله، إن النهاردة إذا كنت تتهمني بالتحريف أو بتغيير الكتاب، فممكن غيري كمان يتهمك بنفس الامر، وكمان يبقى النهارده ازاي ربنا قادر انه يحفظ كلمه في حته ولا يحفظها في حته ثانيه، وازاي ان له لحافظون ازاي؟ يعني علينا احنا نسال متى تم التحريف. هل تم التحريف قبل القران مثلا؟ واذا كان تم قبل القران كنا نتوقع ان القران يكشف هذا التحريف. لو بعد القرآن، إذا كان هناك في 700 سنة كان في هناك مئات النسخ التي وصلت، آلاف النسخ التي وصلت، وآلاف وعشرات الترجمات التي ترجمت. ولو عندي فرصة أتكلم عن الحكاية دي، يبقى بالتالي متى تم التحريف؟ من قام بالتحريف؟ ده سؤال تاني. لو إن اليهود حرفوا العهد القديم كان المسيحيين هيفضحوهم. لو أنه المسيحيين حرفوا العهد القديم كان اليهود هيفضحوهم. لو أنه اليهود حرفوا العهد الجديد كان المسيحيين هيفضحوهم. ولو غيرهم حرفوا الكتاب المقدس كان اليهود والمسيحيين كانوا هيفضحوهم بالتالي وكانوا هيهاجموهم. من الذي قام بالتحريف؟
ثم ما هي الأجزاء المحرفة؟ أنا أضع التحدي بالفعل، ما هي الأجزاء المحرفة؟ وبالتالي السؤال الأخير هو ما هي النسخة أو أين هي النسخة الأصلية، النسخة التي لم تحرف؟ وإذا كانت هذه النسخة أخفيت، أخفيت متى؟ ولماذا لم يتحدث عنها الذين يتحدثون عن تحريف الكتاب المقدس؟ لماذا لما نتهم بها سوى في هذه السنوات الأخيرة فيما يختص بال ثم أن هناك الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية هي ترجمة العهد القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، تمت سنة 250 قبل الميلاد، سمع من فضلك 250 قبل الميلاد. إذن هذا يعطينا استحالة تغيير العهد القديم بأي صورة من الصور. ثم إن عندنا عدد المخطوطات اللي لحد سنة 325 لمجمع نيقية، عدد المخطوطات اللي عندنا من الكتاب من العهد الجديد 24633 مخطوطة، من ضمنها 5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد حتى عام يرجع تاريخها لعام 325 لمجمع نيقية. كيف يمكن أن يتم تحريف هذه كلها؟ ثم كيف يمكن أن يتم تحريف الترجمات المختلفة للكتاب المقدس؟ الترجمة السريانية تمت ما بين سنة 150 ل 250، الترجمة القبطية تمت ما بين سنة 200 إلى سنة 300، الترجمة اللاتينية تمت ما بين سنة 300 وسنة 400، جيروم عمل ترجمة الفولجاتا سنة 382، وكلمة فولجاتا جت منها كلمة فولكلور يعني شعبي، سنة 382 عندنا منها 8000 نسخة، عندنا 9000 نسخة من الترجمات القديمة حتى عام 325، والنهاردة الكتاب المقدس مترجم إلى 2200 لغة ولهجة أو أجزاء منه. كيف يمكن إذن أن يحرف حرف واحد بأي صورة من الصور وعندنا كل هذا الزخم؟ عندنا الاقتباسات اللي تمت حتى سنة 325 مجمع نيقية، الاقتباسات من العهد من الكتاب المقدس 36280 اقتباس اقتبسها الآباء في كتاباتهم المختلفة. كيف يمكن أن يحرف الكتاب؟ المؤمنين الأوائل اتبعوا النظام العبراني، النظام اليهودي في قراءة النص الكتابي، وقسموا العهد الجديد إلى 1797 جزء، وكانت الكنيسة بتقرأ هذه الأجزاء بانتظام. كيف يمكن أن يحرف الكتاب المقدس؟ ثم أن المجامع المسكونية صدقت على الكتب المقدسة، مجمع نيقية 325، مجمع القسطنطينية 381، مجمع خلقدونية 451، ورغم اختلاف المسيحيين مثلا في مجمع خلقدونية إلا أنهم لم يختلفوا على الكتاب المقدس بأي صورة من الصور. لو أننا حرفنا الكتاب المقدس، لماذا لم نحذف سقطات الأبطال؟ لماذا لم نحذف مثلا زنا داود وقتل داود؟ لماذا لم نحذف هزيمة شعب إسرائيل أكثر من مرة؟ لماذا لم نحذف أخبار السبي البابلي والسبي الأشوري وإنكار بطرس وهرب التلاميذ ومقاومة بولس لبطرس وخطايا الكنائس التي نقرأ عنها في سفر الرؤيا في أصحاح 2 وأصحاح 3 من سفر الرؤيا؟ أنا شخصيا عايز أقول لو أنه في هناك تحريف لكنا حرقنا النسخ المختلفة من الكتاب المقدس. هناك تباين في قراءات مختلفة في هذه النسخ، لكن هذا العدد الضخم 24633 مخطوطة للعهد الجديد تجعلنا على يقين أن مهما كان في هناك تباين في حرف أو كلمة هنا أو هنا، لكننا من خلال هذا الزخم اللي حرصنا عليه لم نحرق هذه النسخ بأي صورة من الصور، ولذلك نحن نستطيع أن نمسك بالكتاب المقدس ونقول هذه كلمة الله بالفعل. أسيس رضا، في معانا مكالمة رح أخدها، والمكالمة من الأخ علي. الأخ علي يوحنا، تفضل أنت معانا على الهواء. الكسني زار، أنا سعيد جدا أني أكون معاك على الهواء لأني بستمع إليك من سنين كثيرة،
بس يعني انت ان كان ربنا اختارك للبشاره المسيحيه. شكرا. معلش انا حاسس زي يكون ما الصوت بيقطع ولا حاجه. لا صوتك كويس، تفضل اخ علي. شكرا كثير على يعني كلامك اللطيف، ربنا يباركك. تفضل اخ علي. ربنا يبارك حياتك. في الاول انت اتكلمت عن المساحه هي اسمها السبحه، السبحه اللي بيقولوا عليها آسف. سبحان الله والحمد آسف لله والله اكبر. الاخوه المصريين اسف، احنا بنقولها مسبحه في فلسطين، معلش. ما فيش مش مسبحه يعني سباحه، سبحه. اوكي ما فيش. طيب بص يا اخي الحبيب، احنا لما بنخش في التفصيل في عصمة الكتاب المقدس ونتكلم في هذا الموضوع، هذا موضوع جدلي لمجرد بعد الفكر للخلاص للبشرية لموضوع مجادلة حول الكتاب المقدس. وهذا الموضوع يجعل كثير من الناس متحيرين عندما يسمعوننا نتكلم عن عصمة الكتاب المقدس. احنا متأكدين ان هذا الكلام هو كلام ربنا، وان ربنا نفسه ظهر لنا في الجسد عشان يكلمنا ويشركنا في طبيعتنا الانسانية ويدينا الفرصة ان احنا نشاركه في طبيعته الالهية. هي دي كانت خطة ربنا وخطة الخلاص لكل البشر. الرب يسوع المسيح أنقذني وأنقذ كثير مثلي، وعبرنا من الإسلام إلى المسيحية. لماذا؟ لأن الكتاب المقدس هو كلام حي يتكلم معنا ربنا من خلاله. الكتاب المقدس ما هوش مجرد حبر على ورق، ده كتاب مملوء على نبوءات من آلاف السنين، وإحنا لا نستطيع أن نفرق بين نص وآخر. واتصل للمشاركة في المداخلة، أنا سعيد إن هو بيجيب نصوص كتير جدا، لكن هي مش مجرد نصوص، لأن الإيمان المسيحي كان موجود قبل وجود الإنجيل وقبل وجود الرسائل بتاعت رسول بولس. ولما حصل في تم تجميع الكتاب المقدس في نيقيا، الكتاب المقدس اجتمع على أساس إيمان المسيحي، الإيمان بتاع الرسل، الإيمان بتاع الأساقف، وهم شافوا إن الكتب اللي اتجمعت في الكتاب المقدس هي تميل إلى الفكر المسيحي والإيمان المسيحي. فإحنا مش هنيجي بعد 2000 سنة ونقعد نتكلم في كان ده كلام ربنا ولا لا. في رسالة العبرانيين في بداية الكتاب بيقول لك إن ربنا كلمنا بأشياء كثيرة ومختلفة، ولكن لما أراد أرسل ابنه لكي نتعلم منه. الرب يسوع المسيح هو كلمة الله الظاهر في الجسد، جاء وأخذ شكل إنسان لكي ينقذنا من عذاب الشيطان. الكتاب المقدس هو كلمة ربنا، وإذا ما كانش كلمة ربنا يبقى كل أنبياء اللي ماتوا بسبب الكتاب المقدس يبقى ماتوا بدون فايدة. أخ علي، لكن هم ضحوا بأنفسهم. أخ علي، ستيفانوس أول شهيد للكنيسة، نعم، ينظر إلى السماء ويقول إن هو بيضع روحه في يد المسيح، وإن هو شايف إن الرب يسوع جالس عن يمين الله. أخوي علي، عاوز أقول إنه مداخلتك وصلت، لأنه الوقت يعني أمامنا دقيقتين ثلاثة، بس أنت شوقتني كتير يا أخ علي إنه فعلا نعمل مداخلة أو حلقة مع بعض، وأنا حابب أسمع منك بشكل أكثر. أسيس رضا، أنت سمعت المداخلة من الأخ علي، وهو طبعا بيتكلم من اختبار، بيتكلم أنه كان مسلم صار مسيحي، وهو عابر بيتكلم من اختبار حي حقيقي لمس فيها قوة كلمة الله. عشان أسيس رضا، عشان نعطي العدالة أنه نوفي الموضوع حقه، هل ممكن تعطينا وعد نعمل حلقة تانية
نغطي هذا الموضوع لربما الأسبوع القادم أو بعد القادم؟ إحنا فينا نتواصل، هل ممكن نعمل هذا الشيء؟ أمين أمين أمين. طيب معناته إحنا في الختام السيس رضا، يعني قدامنا دقيقتين، خليني أسألك شو الرسالة اللي عاوز توصلها من خلال هذا الموضوع؟ ناس بتهاجم، شو هو الرد وإيه الرسالة اللي عاوز توصلها؟ الرسالة بتاعتي هو إن الكتاب المقدس كتاب مفتوح، كتاب لا يخشى من النقد. قالوا سبيرجن دافع عن الكتاب المقدس، قال هل أجيب قط يدافع عن أسد؟ اطلق الأسد من عريني وانظر كيف سيفعل. الكتاب المقدس كالذهب، كلما وضعته في النيران كلما اكتشفت غلاوة معدن الكتاب المقدس. الشيء الآخر الذي عايز أقوله إن هناك من لن يستفيدوا من الكتاب المقدس. يحدثنا الكتاب في متى 13 عن أنه بضر الكلمة تسقط في تربة حجرية، في غرور، في غنى، في تربة صخرية، في الشرير، في الموضوع على الطريق. هناك إذن إن كنت محاط بتجارب كثيرة أطلب من الرب يا رب ساعدني من فضلك لكي أستفيد من الكتاب المقدس. يقول الرسول بولس لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. الكتاب المقدس هو قوة الله للخلاص. الكتاب المقدس مش بيحتوي على قوة الله، الكتاب المقدس هو قوة الله. لذلك افتح قلبك لنعمة وعطية الإيمان حتى يغير الرب يسوع حياتك بالفعل. يقول الكتاب في يعقوب 1:21 لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبل بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. اقبل كلمة الإنجيل وارفع قلبك للرب، قل يا رب أنا أريد في هذه الفرصة أن كلمة الإنجيل تغير حياتي، ساعدني لكي أقرأ الكلمة، ساعدني لكي أتأمل في الكلمة، ساعدني لكي أدرس الكلمة، ساعدني لكي أحفظ الكلمة، ساعدني لكي أطبق الكلمة. يا رب ساعدني من فضلك لكي أقبل يسوع المسيح المعلن في إنجيل يسوع المسيح. أمين. الله يريد أن يتكلم إليك فافتح قلبك لنعمة الإيمان بكلمة الله، بالكلمة المكتوبة والكلمة المتجسدة. السيس رضا لنا لقاء آخر عشان نعطي الموضوع حقه، لكن لا توجد كلمات أعبر فيها عن امتنان وشكر العميق لشخصك المبارك وعلى وقوفك في هذا الموضوع. ربنا يباركك ويبارك خدمتك، مع أنه أنت مليان بالمواهب ولكن اخترت في هذه الأيام أنك فعلا تركز، يعني هذه الأيام هو الدفاع عن كلمة الله، لكن تعبرت عنها كما قال سبيرجن دع الأسد يدافع عن نفسه. أنا بشجعك أنك تقرأ الكتاب المقدس ولا بد أن تتغير حياتك. شكرا كثير لاستماعكم، الرب يبارككم وإلى اللقاء.